يعني مناهج كانوا بيقعدوا من الصبح لغايه من العميل يراجعوا كل كلمه في المنهج. انا شايف انت لو في غلطه ينزل بسرعه معاك، لان هيحصل ايه؟ موجه الهجوم هتبدا مع بدايه العام الايه؟ العام هو اللي هو منتصح سفر، تبدا موجه هجوم مع بدايه العام الدراسي. فعلينا ان نتحرك جميعا بدقه في المنهج، نبذل اقصى مجهود عندنا. ومره ثانيه بقول المعلم معلم مؤسس عمليه تعليم عشان حضراتكم. وانا قلت قبل كده اقول لك 200 المعلمين، وانا بقول لك ما كانش معلمين خالص. والدي رحمه الله عليه كان معلم اللغه العربيه، غير موجه العربيه. يعني بتربي في بيت والدي اللي مربيني، فاول اتولدت على احترام المعلم. وانا فاكر مره كان يجي يقول ايه؟ يقول لي المدرسين اكتر واحد تضربهم لو غلط. يعني مش ايه؟ مش بيوصي عليا، يقول اكتر واحد يتضرب، المفروض ما يغلطش. لان هو دي التوصيه بتاعتي. فانا عايز اقول ان احنا يعني اتربينا على احترام المعلم. فكل ما يقال عن قيل وما زال يقال الكلام ده كله كلام غير ايه؟ يطلع لك واحد من اسمه ايمن البيه اللي عامل نفسه استاذ طب لا يفهم شيء في التعليم، موظف يرجع يقول لك ايه؟ اصل الوزير ما عملش حاجه، ما جاش ده، احنا عملنا الوزاره اللي عملت، ما تقولش الوزير بقى، لان هو هيجي الوزاره، لما يقول الوزاره ما عملتش في سنه يبقى ما بيتكلمش عن ايه؟ اصل الوزاره مش وزير يا جماعه، الوزاره ايه؟ كيان مؤسسه، واحنا كلنا كلكم كده جزء منها، ما بنتكلمش عن وزير، ينبغي ان نتكلم عن وزاره، لان هو لو قال كده وهو جزء من الوزاره، عليك ان تسال نفسك هو انت عملت ايه؟ انا اقول لحضراتكم، انا دعيتهم وقلت لهم كل واحد يقدم رؤيته لتطوير التعليم، لم يقدموا ورقه. مش خبراء في تطوير التعليم، قلت لهم اللي قدم لي ورقه ابص فيه، لكن افتكروا وانتوا بتقدموا ورقه ان انا استاذ تربيه وخبير في التربيه في المنظمه العربيه للتربيه والعلوم، اشتغلت معاهم شغل وفي اليونسكو في الاتحاد الاوروبي اشتغلت معاهم في البنك الدولي. افتكروا انت بتقدم، انك بتقدم مش ليه؟ مش حد عادي. فكان طبعا ما قدموش حاجه، قول عشان يرجعوا لك اصل تطوير، احنا عندنا ولا عندهم ولا تطوير ولا عندهم حاجه. وانا بقول ارفعوا ايديكم عن مين؟ عن المعلمين، لانكم لا تمثلون الا انفسكم.